السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ملك وكتابة، الحلقة التي تحمل الرقم 572 في لقاء الخميس، يستمر فيها غياب الزميل العزيز والكبير المهندس عادل القيعي لظروفه الصحية، وعايز أطمن حضراتكم عليه. كان في الأول محمد عادل القيعي ابن المهندس عادلي، جات له لما عمل تحاليل طلع إيجابي كورونا، تم عزله، وكان المهندس عادل بيشكو من بعض حاجات البرد الخفيفة جدا اللي لما عمل المسحة الطبية للكشف عن كورونا ثبت وقتها الحمد لله إن عينته سلبية، لكن استمرت الشكوى منه أو عنده من بعض حالات البرد البسيطة، مع الوقت لما عمل تحليل تاني ثبت إن هي إيجابي كورونا، لكن الحالة الحمد لله في أفضل في أفضل درجاتها، دخل المستشفى لمزيد من الرعاية نظرا لأنه المهندس عدلي والمدام ومحمد كمان التلاتة إيجابي كورونا، فتحت العلاج في المستشفى، لكن وبحمد الله تعالى الكل في حالة جيدة وهيتعافوا سريعا، وإن شاء الله في أسرع وأقرب وقت يكون معانا المهندس عدلي القيعي. لكن عايز أطمن حضراتكم عليه جدا وعلى محمد وعلى مدام الباشمهندس، كلهم الحمد لله في أفضل حالة، لكن أهو دور وداير وربنا ينجي الجميع يا رب.